من القاهرة ينضم إلينا مراسلنا سمير عمر. سمير، هذا الاجتماع من أين تحديدا ستبدأ النقاط التي سيتم التركيز عليها بهذه الجولة؟ يعني من المفترض أن يكون هذا الاجتماع الذي انطلق في القاهرة قبل نحو ساعتين من الآن أن يكون قد بدأ وانطلق من آخر محطة توصل إليها المفاوضون الممثلون للدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا. ولكن هذا أيضا على الأرجح أنه لم يحدث، لأن الاجتماع يعقد بعد 45 يوما من اجتماع القمة المصرية الإثيوبية التي استضافتها القاهرة على هامش أعمال اجتماع الدول جوار السودان في 13 يوليو الماضي. ومن ثم في هذه القمة خرج بيان، وأيضا أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد انفتاحه الكامل على التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، وتأكيده أيضا على أن سد النهضة لن يكون يعني سببا في إحداث أضرار بليغة بالأصدقاء، في إشارة واضحة إلى القاهرة. الاجتماع اليوم ينطلق من البيان الرئاسي الصادر عن القمة المصرية الإثيوبية في 13 يوليو، ويحدد المسارات أو يسعى بالأحرى إلى تحديد المسارات الفنية والقانونية التي من الممكن أن تلبي مطالب وشواغل الدول الثلاث. مطالب إثيوبيا في إحداث التنمية واستكمال بناء سد نهضتها التي تراه ضروريا ولازما لإحداث التنمية في إثيوبيا، وشواغل مصر التي ترى أن استمرار الملء دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل يمثل انتهاكا اولا لاتفاق اعلان المبادئ الموقع في 2015، وثانيا خطرا داهما على امنها المائي. إذن وفقا للمصادر المصرية السودانية المشاركة في هذا الاجتماع، فإن هذا الاجتماع هو خطوة أولى لإعادة ضخ الدماء مرة أخرى في مسارات التفاوض، سواء على المستوى الفني أو على المستوى القانوني، من أجل بلوغ هذا الاتفاق الذي تؤكد على مصر على أهميته وضرورة التوصل إليه. شكرا جزيلا لك على المتابعة من القاهرة، مراسلنا سمير عمر، شكرا جزيلا.